من برلين مدينة الحريات. اليوم نحن ببيت الموسيقي السوري الشاب ميلاد خوام. ميلاد عازف ترومبيت ومؤلف موسيقي، رح نتعرف عليه هلأ أول شي هون، وبعدين رح ناخدكم برحلة خاصة لألبوم موسيقي رح يسميه To the West أو إلى الغرب، بيحكي فيه عن رحلته من دمشق إلى برلين. اسمي ميلاد خوام، مواليد دمشق. طلعت من دمشق آخر 2015، كنت واصل هون أول 2016، وعايش ببرلين هلأ، عمري 25. الموسيقى بلشت من أنا وصغير، كان عمري 10 سنين بلشت ترومبيت. بلشت دغري ادرسها بمعهد صلح الوادي بالشام، يعني حاولت اني اتعلمها بطريقه اكاديميه من انا وصغير، وكبرت بعدين فت على المعهد العالي. يعني كل شيء بحياتي موسيقى، الموسيقى صارت مهنتي، هوايتي، حياتي، يعني كله متمحور حوالين الموسيقى. وقتها بلشت الرحله انا ما كان في براسي مشروع البوم، كنت طالع ارتجال مثل كل العالم اللي طلعت، وكان الهدف هو الوحيد، الشيء المقطع براسي موجود اني انا اوصل، ما كان في خطة ابدا. فخلال الرحله المواقف اللي صارت، التجربه اللي تعلمتها، كثير قصص اللي صارت معي اثرت فيني، اثرت بشخصيتي. فكان طول الطريق شخصيه صامته، عم بشوف شو عم بصير، وبس انه عم بمشي وعم بطلع بتكاسي قطارات لوصل، والموسيقى هون عم تصيف براسي، هي اللي كانت من العالم اللي حوالي مني، الشغلات اللي عم تصير يعني دغري تتحول لموسيقى، اسمع بموسيقى، هو لانه لازم يكون في طاقة تفرغي فيها. فأنا شو الشيء اللي بفرغ فيه؟ موسيقى. فكان كله عم يتحول لموسيقى. فوقت وصلت لهون حسيت هيك انه خلص انا هلا نقطة الصفر، فيني بلش حياتي من جديد وسليم وكله تمام. فطلعت براسي قصة انه الألبوم، اني انا اكتب موسيقى عن هي الرحلة كموسيقي، يعني انه بعمل موسيقى بتعبر عن هاي الرحله. كنت مسجل شويه ماتيريال من موبايل عادي، يعني مثلا بنقط الحدود بصربيا باليونان بتركيا، كنت بس سجل البيئه، صوت البيئه، يعني هي صوت البيئه هي اللي بتجيب لي الموسيقى. مثلا بكون قاعد ناطر باص، بحط بسجل هيك ابو ربع ساعه، وبعدين قلت بسمعهم. فوقت رجعت هون ببرلين اسمعهم كلياتهم من جديد، فصرت اتذكر الحاله اللي انا كنت حاس فيها واللي عم بشوفها والموسيقى اللي كانت براسي من وقتها. فصرت اقعد اشتغل عليهم ومسجل من رحله البحر، هذا اللي بسموه البلم. اي كنت حاطط الموبايل عم بسجل، ما قدرت اصور لانه كان الموبايل مطبوب. فهي كلياتها مسجله، فالحديث اللي كان عم ينحكى بنص البحر، العالم الخايفة، استسلام العالم، كيف العالم كلياتها عم تناشد الله، كلياتهم كل الأديان مين ما كان يكون، في أولاد صغار ما بيعرفوا شيء بس كانوا عم بيقولوا كلمة واحدة هي الله وبس بدهم يوصلوا. هاي الحالات كتير بتعنيني، فما يعني ماني حابب إنه هي تروح هيك، فبدي أحولها بموضوع موسيقي. وبتعرف أي شغلة بتتحول موسيقى، موسيقى دائما سلام، شيء حلو، يعني هي تبطل ذكرى سيئة، تصير ذكرى موسيقية. ف هي التسجيلات ضلت عندي، وبعد ما استقريت وصار عندي القابلية إني أشتغل موسيقى وحصلت على منحة من اتجاهات، فرجعت طلعت الماتيريال كلياتها القديمة وبلشت أكتب عليها موسيقى وأشتغل. هو بس إنه لازم أعمل حالة عن هالموضوع، بحيث وقت تسمعي موسيقى في صورة عم تشوفيها براسك إلك أنت خاصة، ما في صورة، هي بس موسيقى، كون حالة، يعني أكثر ما هي يكون الموضوع
موسيقي كتوزيع كتأليف هو موضوع كحاله. الموسيقى مرتبطة بالفكر. إذا كان مثلاً نفرض كمثال، إذا كان فكرك شوي في له حدود وما فيك تطوري، لأنه هو السقف سقف واطي كان. يعني مثلاً في عندك حلم هيك، بس الفرص بالبلد لنقول قليلة، وفي حلم واحد هو ممكن توصلي له، سقف كتير واطي، فحتى الأفكار بتنزل، يعني أعلى شيء بيكون هو هذا السقف. فلما يكون الفكر محصور شوي فبتأثر على الموسيقى، تكون الموسيقى محصورة. أما هون كل شيء مفتوح لدرجة، يعني حتى هون أكثر من الخيال اللي متخيله كله بحياتي، فالموسيقى طارت كمان، يعني صار خيال أوسع، أحلامي تغيرت، المعنى بالنسبة لي معنى الموسيقى تغير. ليش؟ لأن الأفكار تغيرت، انفتحت أكثر، يعني بطل في حاجز أو حبس بالرأس أو حبس فكري. يعني بكل اختصار مثل العصفور وقت يطلع من الحبس بروح بيكتشف قديش الدنيا كتيرة والسماء كتير كبيرة عم بيطير فيها. برلين موسيقى غير موسيقى الشام. بالشام بقول لك بعزف مثلاً، أو مثلاً بتعزف في تقسيمة آلة قانون أوركسترا، شغلة بتعني عن البلد. مثلاً بتسمعي شيء حركي بالطريق، شيء حزين درامي. أما هون مختلفة تماماً، هون كتير المدينة أندر جراوند، كتير كتير مظلمة، فما فيني أعبر على الترومبيت بكل شيء. فالتكنو ميوزك في قابلية تعبير أكثر. وبرلين كمان هاي المدينة كتير حلوة بشغلة التعددية، كتير عالم من كل الكرة الأرضية وما في لون واحد، ما في هوية واحدة، فكله دائماً عم بيكون متطور مدموج، فبيتقبلوا. وهو الهدف الأول يعني من الألبوم رح يكون الجمهور المستهدف هو الجمهور السوري، أو لنقول الملايين اللي طلعت بهذا الطريق، عرفت كيف؟ الجمهور الأجنبي هو رح يسمع بس ما رح يفهم شو عم بصير 100%، بس رح يشوف الحالة بعد ما يقرأ، عرفت كيف؟ بس ما رح تلمسه، ما رح تعنيه أبداً، بس رح تعني السوري، رح تعني الأشخاص يلي عاشوا هذا الموضوع أكثر. هلا بالألبوم في حالات، يعني هو موسيقى تصويرية رح تكون تقريباً من نفس مدة البحر، يعني المشوار من اليونان لتركيا. ففي مواد لازم استعملها مثلاً بتعبر عن المدن اللي دمرت بغض النظر. فبحاجة هون بحاجة حالة موت، بحاجة إنه نجيب هذا العالم الافتراضي اللي براسي وحطه بالموسيقى. فأنا بحاجة قرآن، بحاجة سورة مريم لعبر على حالة الموت، بما أنه هو يعني أكثر شيء سوري معروف. يعني ما تكون في موت بيكون في مدفن، بيكون في حاطين أوقات سورة مريم أو أي شغلة، فهي أكثر شغلة بتلمس السوريين، يعني أول ما يسمعوه بيعرفوا شو الموضوع. ما في نحط مثلاً شي لباخ، عرفت كيف؟ أو مثلاً ألف شي موسيقى جديدة عن هذا الموضوع، هي خالصة بس بناخذها بنحطها. الأفق الموسيقي بسوريا كان شوي محدود، يعني لازم تتعبي كتير حتى تحصلي على المواد الأولية اللي هي بتنتج موسيقى. فهو كان المتوفر فقط إنه الآلة والوراق اللي هي النوتات وتعزفي والأفكار. بس لنفرض إنه في عندك حلم هيك، عرفت كيف؟ بس ما فيك تخيلي أكثر لأنه كل شيء محدود، فما في أفق فكري كتير بعيد. يعني في نقطة واحدة توصلي لها اللي هي أعلى شيء، إنه مثلاً تعملي حفلة سولو بدار الأوبرا، هاي أكثر شيء. أو مثلاً ممكن بدك تعملي ألبوم، بدك كتير تتعبي ليوصل الدعم، كتير في تعب لحتى تحصلي على المواد تشتغلي فيها. وأساساً يعني بفترة الحرب اللي عشناها كانت البلد كتير مسكرة، يعني إنترنت
ما عنا ابديت مع العالم. الشغلات اللي عم نشوفها اللي عم نعيشها هي شغلات قديمه وممكن كاذبه وكلها سيئه اللي عم تكون حوالينا، اللي هي فقد دمار ومشاكل وهيك، فهي كلها بتاثر، فما بيكون في مخ رايق وفاضي حتى يفكر يتخيل اكثر. يعني هو الذروه بالتفكير انه الواحد يشتغل ويعيش يطلع مصاري حتى ياكل، واذا بده يكبر كبر احلامه فهو يتجوز ويجيب اولاد ويعمل نفس الشيء مع الاولاد، حياه روتينيه. اما هون في الامكانيه 100% انه الانسان يكون مستقل ويحصل على المواد اللي بده يشتغل فيها ويطمح اكثر ويحلم اكثر، لانه ما في حدود هون.